أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
واذكروا الله في أيام معدودات
تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وكانت خير استهلال لفقرات شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.